قال رحمه الله: ووارث مورث موروث أركانه ما دونها توريث. لابد من مراجعة هذا التبويب، هل هو من المؤلف أو لا؟ طيب، الظاهر من المؤلف، الظاهر، لأن مع النظم ما يتضح المقدمة هذا محقق ممكن. نعم، لكن الرحبية لا، الرحبية التبويب ليس من المؤلف قطعا، خلاص. طيب، أركان الإرث لابد ثلاثة أركان. الآن هذا المسجد مثلا، تقول هذا المسجد قائم على أربعة أركان، لو أسقطنا ركن انهار البناء، صح؟ إذن حتى يعني يكون هناك إرث، يعني عملنا نحن الآن لابد فيه من لابد من ثلاثة أركان، لابد من ماذا؟ اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله: ووارث مورث موروث أركانه ما دونها توريث. يعني لابد يكون عندنا ميت، ولا بد يكون في ورثة، ولا بد يكون في تركة. إذا اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة ليس هناك إرث أصلا. نعم، واضح هذا. نعم.